بس سوي شوي 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 حق مشروع كل متظاهر بشرط ان يكون سلمي، وهذا قطعنا سلمي.
البشر يعرف لها ينتهي كل هاي المسائل. الله سبحانه وتعالى يقول
هدم الكعبة أهون على الله من دم امرؤ مسلم واحد. زين أنتم جاي تقتلون شعب مسلم كامل لحد الآن كم 150 شهيد و 20,000 جريح. زين وينكو هيك الوطن؟ إحنا حاليا مسألتنا مسألة وطن، مسألة كرامة إنسان، مسألة بشر يريد يعيش. حاليا شاب كل واحد عمره 24 سنة يروح يشوفه 2000 دينار ما بقى. زين لعشان شلون تريد؟ إذا ظل ساكت يطبل لك ماكو هيك. إحنا لحد الآن إن شاء الله راح نظل هنا وراح نظل على العصيان وراح نبقى هيك حد ما يقتلونا مطالبنا وحد انتهاء المهنة إن شاء الله. والله مستمرين حد ما إحنا يلبون مطالبنا ونريد نعيش بوطن ويرجع لنا وطننا بكرامة إن شاء الله.
تريد استقرار، تريد تغيير خطوط، مطالبنا ما تتحقق. فهذه المظاهرات كلها تصير لاجل مظاهره ما تتحقق، كل شيء ما يصير. من 11 لحد الان صارنا فوق ال 3 شهور، كل شيء ما يتحقق. مطالبنا كل شيء ما تصير، احزاب كلها متواجده. بس انا بحاله حيل كل شيء.